حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من صحيفة المدى، برلمانية تدق جرس الإنذار في البصرة، العراق يعاني الجفاف. في العربي الجديد، الانتخابات العراقية، حلفاء طهران يحاولون توسيع جبهة الرافضين للنتائج. في القدس العربي، الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني. وفي عربي 21، 3 قتلى بتظاهرات ضد الانقلاب بالسودان ودعوات إلى عصيان مدني. نطالع في الشرق الأوسط، واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان وتدعو إلى إعادة السلطة المدنية. عنوانة الجارديان، بذور الانقلاب الأخير بدأت بعد سقوط البشير وتقارير عن دعم مصري إماراتي للجيش. في واشنطن بوست، زوكربيرغ يتحكم بكل شيء في فيسبوك ويقدم الأرباح على سلامة المستخدمين. ونبدأ مشاهدينا من صحيفة العربي الجديد ومقال للكاتب يادا الدليمي تحت عنوان حكومة توافقية مرة أخرى في العراق. فلا يبدو أن مسلسل التوافق هو يبدو أن مسلسل التوافق هو اسم غير على غير مسمى سينتهي من عراق ما بعد عام 2003، وهو التوافق الذي غالبا ما يرافق كل انتخابات تشريعية تشهدها البلاد، يراد منه توافق القوى السياسية على توزيع مغنم السلطة فيما بينها، ومن دون أن يكون لنتائج الانتخابات قول فصل في تحديد الجهات التي ستكون الحكومة والجهة الأخرى التي ستكون المعارضة البرلمانية طوال 4 سنوات من عمر هذه الحكومة. اليوم، وعلى الرغم من قدرة الكتلة الصدرية على تشكيل كتلة برلمانية هي الأكبر وبالتالي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة، فإنها وفي ظل هذه الضغوط الهائلة التي تمارسها القوى الولائية الخاسرة في الانتخابات قد تجد نفسها مضطرة مرة أخرى لتشكيل حكومة توافقية ترضي جميع الأطراف وتعطي لهم سهما من مغانم السلطة إرضاء لهذه القوى الخاسرة ودرءا لأي مشكلات قد تؤدي إلى وقوع العراق في طائلة المجهول سنوات مقبلة. إيران التي يبدو أنها وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه في ظل خسارة كبيرة للقوى الموالية لها، تدفع باتجاه تشكيل حكومة توافق من خلال تواصل غير مباشر مع زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر، والذي يبدو أنه يعرف جيدا حجم تحركاته وحدودها، وبالتالي من غير المستبعد أن يرفض مثل هذه العروض أو يقاوم مثل هذه الضغوط. مع ذلك، ما يمكن أن تحصل عليه القوى الخاسرة الموالية لإيران من أي توافق يبدو أقل بكثير مما كانت تطمح إليه قبل الانتخابات، ولعل المكسب الأكبر الذي ستدافع عليه هذه القوة وتسعى إليه هو مؤسسة الحشد الشعبي التي تعتبر قوتها الضاربة، والتي وإن كانت تعتبر مؤسسة عسكرية حكومية إلا أنها لا تعترف فعلياً سوى بقوتها وسلاحها، وكثيراً ما كانت نداً للدولة، وهو ما تعرفه جيداً إيران التي ستكون حريصة على ألا تمس هذه المؤسسة في السنوات الأربع المقبلة. وأضاف الكاتب، في عراق ما بعد عام 2003 لا تعرف القوى والأحزاب التي شاركت في تأسيس هذه العملية السياسية برعاية أمريكية إيرانية لا تعرف مفهوم المعارضة البرلمانية، فهي لا تلتفت إلى الفعل السياسي الذي يحفل به أي نظام ديمقراطي أو يمتلك الحد الأدنى من هذه الممارسة، فالقوى السياسية في العراق لا تبحث سوى عن السلطة ومغانمها ولا تعترف بأي فعل سياسي آخر ضمن لعبة الديمقراطية، وهو ما يبدو أنه سيتكرر مع مشهد ما بعد انتخابات 10 من شهر أكتوبر تشرين الأول في عام 2021 المبكرة، التي أفرزت صعود قوى وخسارة أخرى.
حين تكون الانتخابات أزمة وليست مفتاحا للحل، هكذا عنوان مثنى عبد الله مقاله في صحيفة القدس العربي. جافي سقط اليقين الذي كان بعضهم يعتصمون به عندما كانوا يريدون تسويغ التحاقهم بالعملية السياسية في العراق أو الانفتاح عليها بأنها ستطور نفسها من الداخل وتصل إلى حالة الديمقراطية الحقة. فلم تعد اليوم منصة ما يسمى الديمقراطية والانتخابات في العراق مرجعا موثوقا، وإنما باتت ظاهرة سياسية فاسدة ومقياسا يقاس به الفساد السياسي في دول العالم. يتواصل الجدل القائم حول الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، وفي خضم هذا الجدل يتضح بصورة جلية أن الفرقاء السياسيين لا يؤمنون بشيء اسمه الانتخابات ولا بالعملية الديمقراطية، وهم بهذا السلوك يثبتون للرأي العام المحلي والدولي أنهم كانوا متوافقين على كذبة كبرى تسمى الانتخابات وخديعة أكبر تسمى الديمقراطية. وعندما اختلفت أوراق اللعب في هذه الفرية اختلت معادلة المصالح الخاصة فيما بينهم، وظهر المعدن الحقيقي لهم، وبانت النوايا المبيتة بعضهم ضد بعضهم الآخر، فعادوا مرة أخرى لوضع السلم الأهلي رهاناً يبتزون به شركاءهم المحليين والإقليميين والدوليين. وإذا كانت عورة هذا النظام السياسي العراقي كبيرة، فإن عورة المجتمع الدولي أكبر من أن تغطيها كل التبريرات في هذا الحدث. ويصبح حديثهم عن عملية ديمقراطية جارية في العراق وأنهم يقدمون لها الدعم ويوفرون لها أسباب التقدم والتطور محض هراء، فمن السهل جداً القول إن هنالك عملية ديمقراطية وانتخابات اعتيادية ومبكرة في العراق، لكن كل ذلك يتبخر عند النظر إلى الواقع حين نرى أن هذه الممارسات لم تكن في سياق مسيرة الانتقال الطوعي والأغلبي نحو الديمقراطية الدستورية، بل كانت في سياق رغبة دولية لرسم مشهد يبرر الغزو والاحتلال الذي جرى في عام 2003 ويجمل العطب السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي والثقافي والفكري الذي حصل في السنوات اللاحقة. إن المفارقة الكبرى اليوم هي أن غالبية القوى السياسية تتحدث عن تزوير حصل في الانتخابات الأخيرة واتهامات لأعياد أجنبية قد تلعبت بالنتائج، وأن كل ذلك حدث بإشراف حكومي وتواطؤ منه، في حين أنهم هم من يحكمون، وأن مفوضية الانتخابات هم من كونوها، ويتناسون أيضاً أنهم أنفسهم مجرد أدوات لفاعلين إقليميين أو دوليين، وأن الحكومة أفراد الحكومة هم الذين صوتوا على استئزارها. أما التزوير الذين يدعون حصوله فإن العملية السياسية برمتها قائمة على التزوير، ولهذا السبب لم تتغير ألوان التوزيعات السياسية ومسمياتها طوال أربع عمليات انتخابية زائفة. يقول الكاتب علي حسين، وأنا أقرأ تصريح القيادي في دولة القانون قاطع الركابي الذي قال فيه إن على الكتل الشيعية والسنية والكردية أن تتوحد طائفيا، يقول: قلت في نفسي إن تصريحات بعضهم تثبت أن لدينا للأسف من يعمل في السياسة بنظام المصلحة وليس بدافع الوطنية. والسيد الركابي في الوقت الذي يدعو الكتل إلى أن تتوحد طائفيا يوجه سهام نقده للتظاهرات تشرين لأنها حسب قوله طبعا أسهمت في تخريب الانتخابات. المضحك أن قانون الانتخابات الجديد وضعه مجلس النواب الذي يتكون من الكتل السياسية وليس من شباب الاحتجاجات، وفي كل مرة نعيش مع حلقات مثيرة من مسلسل كوميدي كان أبطاله يشتمون أي متظاهر يخرج إلى ساحة الاحتجاج ويلصقون به تهمة الخيانة. كنت أتمنى على السيد الركابي لو أنه بادر وأصدر لنا كتيبا يكتب على غلافه دليل الديمقراطية للمبتدئين. طبعا يحتوي الكتيب على وصايا تؤكد لنا أن لا شيء تغير، فما زال السياسي يحيط نفسه بسور عال من التابعين والموالين مهمتهم أن يدافعوا عن أي شيء يقوله. وحتما أن الركابي يعلمنا أن أول أصول الحكم الديمقراطي
كما يفهمها هو تضخم الاحتياج إلى الطائفة من دون الوطن، وترويض الشعب وتخويفه بديلاً عن تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية الاجتماعية. وسيظل أصحاب كتب الديمقراطية للمبتدئين أسرى لإرادة سياسية لا تريد أن تدرك أن تغييراً حصل في العراق، ولهذا نراهم يسعون إلى بناء دولة الجماعة الواحدة التي تكون لها سلطة الأمر والنهي والمنح والعطايا، سلطة تصر على إلقاء الفتات إلى الآخرين باعتبارها مكارم ومنح تذكرهم بمكارم القائد الضرورة. وبالنظر إلى الحالة الديمقراطية التي تلبست السيدة قاطع الركابي، فإن ما يجري هو نوع من الألاعيب التي يحاول بها البعض ارتداء قناع الثورية والدفاع عن حقوق الفقراء والتغني بشعارات مشروخة، ناسين أن بضاعتهم غالباً ما تكون رديئة ومتهرئة، فضلاً عن كونها بضاعة مزيفة. أضاف الكاتب: لم يتضمن كتيب السيد قاطع الركابي عن الديمقراطية أي فقرة تقول للعراقيين إنكم متساوون في الحقوق والواجبات، وإن هذا بلدكم جميعاً لا بلد ائتلاف دولة القانون فحسب. الأهم أن يطمئن الناس إلى أن مصلحتهم في أن يعيشوا معاً في ظل دولة حديثة قوامها المواطنة ومعيارها الحقيقي حماية حقوق كل مواطن فيها بغض النظر عن طائفته. عن مستقبل الانقلاب في السودان كتب سليم عزوز: من الواضح أن عسكر السودان استفادوا من فكرة الانقلاب بالتدريج، فانتظروا الفرصة حتى يتمكن عبد الفتاح البرهان من أدواته، ومع ذلك استغرقته فكرة التدريج، وبدأت الإجراءات باعتقال رئيس مجلس الوزراء ومستشاره وبعض الوزراء مع انتشار الجيش في الشوارع، وهذه خطوة لها ما بعدها. لقد حشد المكون المدني أنصاره في الشارع لإزاحة المكون العسكري من الحكم أو للتفاوض معه من منطق القوة، وكان الرد بحشد المكون العسكري للأنصار شارع في مواجهة شارع، ثم كان القرار بأن السيف أصدق أنباء من الكتب، ووصل الأمر إلى اعتقال رئيس الحكومة السودانية أو تحديد إقامته، بيد أن القصة لم تتم فصولاً. يدرك عبد الفتاح البرهان أن المساندة الغربية للمكون المدني لها حدود، فقد قام الغرب بحصار السودان واستمر حكم البشير لربع قرن مع هذا الحصار. وأنا هنا عندما أتحدث عن البرهان فإني أقصد كذلك مستشاريه ومن دفعوه لهذه الخطوة في الإقليم. لقد اختار الوقت المناسب لانقلابه، فهنا ارتفع في نظر محرضيه ليكون هو الرجل الأول بدون خوف من منافسة حميدتي، وفي المقابل فإن الرهان هنا على الشعب الموالي للمكون المدني، ومع حضور الجيش للشوارع فلن تصل الأمور إلى المذابح كما جرى في مصر لاختلاف الموقف الغربي وضعف الحلفاء في الإقليم. وإن كان عسكر السودان وجهوا أكبر إهانة للغرب باعتقال رئيس الحكومة ابن المؤسسات الدولية وموفدها للسودان، لن يتراجع عبد الفتاح البرهان، فمن اتخذ هذه القرارات يدرك جيداً أن التراجع معناه نهايته، لذا فسوف يستمر للنهاية وقد يستبدل مكوناً مدنياً بمكون مدني، لكنه لن يتقبل منه غربياً. أضاف الكاتب أن الأمر كله يتوقف على حدود الفعل الغربي، فحتى لو عمت الفوضى في الشوارع فإنه لن يتراجع عبد الفتاح البرهان، لأن الحاكم العسكري بطبيعته لن يشغله فوضى أو خراب أو نحو ذلك، لأنه لا يفكر سوى في أن يكون في القمة، قمة الجبل أو قمة المستنقع بحسب تعبير الكاتب. نشر صحيفة تونيزا في سيمايا الروسية تقريراً تحدثت فيه عن المنافسة التركية لكل من روسيا والصين في سوق الأسلحة،
في منطقة آسيا الوسطى. وذكرت الصحيفة في تقريرها أن رئيس القرغيزي جباروف أكد السبت الماضي أن بلاده تستعد لشراء طائرات من دون طيار تركية لأغراض دفاعية. ويأتي تزويد قرغستان بالأسلحة التركية في إطار سعي أنقرة لتعزيز أساس المجلس التركي الذي يضم الدول الناطقة بالتركية، وهو نهج يتعارض مع المصالح الجيوسياسية لكل من الصين وروسيا في المنطقة. حصة الصين من سوق الأسلحة في آسيا الوسطى تقدر بحوالي 15%، بينما تعتمد دول المنطقة على الأسلحة الروسية بشكل أساسي. وقد زادت حصة الصين قبل 10 سنوات، حيث تزود بكين دول آسيا الوسطى بالأسلحة التي بدأت روسيا للتو في إنتاجها وتزويد جيشها بها وتصديرها. ووفقاً لتقارير تداولتها وسائل الإعلام، باعت الصين بالفعل طائراتها من طراز SH-3 وSH-4 وSH-5 وتشين نغدو وينغ لونغ لحلفائها، بما في ذلك كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان. وبما أن قرغستان مستثناة من القائمة، قررت أنقرة اغتنام الفرصة وتزويدها بطائرات دون طيار. تداولت وسائل الإعلام الروسية والقرغيزية خبرا مفاده أن قرغستان تنوي الحصول على طائرات بيرقدار TB2 فقط من تركيا. ويبدو أنه تم النظر في هذه المسألة، حيث نقلت وكالة الأناضول التركية عن رئيس اللجنة الحكومية للأمن القومي في قرغستان الجنرال كامشيبيك تاشييف أنه وقع بالفعل إرسال طلب الحصول على دفعة من الطائرات دون طيار إلى أنقرة، وبناء عليه تم تلقي تدريب على تشغيل الطائرات من دون طيار في تركيا. وفقا للبيانات المتاحة، فقد زودت أنقرة كل من أذربيجان وليبيا وقطر وتونس بطائرات من دون طيار مقابل نحو 70 مليون دولار. ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يمثل هذا الرقم أكثر من نصف الإنفاق العسكري لقرغستان من حيث حجم الديون. تعد قرغستان في تبعية إلى روسيا والصين، ولا تزال مصادر هذه المبالغ لشراء هذا النوع من الأسلحة مجهولة. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن منصة فيسبوك كانت مليئة بالمحتوى المحرض على نشر الكراهية ضد المسلمين في الهند، وفي المقابل كان مديرها مارك زوكربيرغ يشيد بنيودلهي بكونها مهمة لشركته. ووفق تقرير في يوليو 2020، فقد ارتفع المحتوى التحريضي على فيسبوك بنسبة 300% فوق المستويات السابقة، خاصة في الفترة التي أعقبت ديسمبر 2019، وهي الفترة التي اجتاحت فيها الاحتجاجات الدينية الهند. وأكدت التقارير أن الشائعات والدعوات إلى العنف انتشرت بشكل خاص على منصتي واتساب وفيسبوك في أواخر فبراير 2020، عندما أدى العنف الطائفي في دلهي إلى مقتل 53 شخصاً. ويقول المستخدمون الهندوس والمسلمون في الهند إنهم يتعرضون لقدر كبير من المحتوى الذي يشجع على الصراع والكراهية والعنف على فيسبوك وواتساب، مثل المواد التي تلوم المسلمين على انتشار جائحة كورونا في الهند والتأكيدات على أن الرجال المسلمين يستهدفون الهندوس. ويقول باحثو فيسبوك إن مجموعتين قوميتين هندوسيتين تربطهما علاقات بالحزب السياسي الحاكم في الهند نشرتا محتوى تحريضي معادي للمسلمين على المنصة. ووفقاً لتقريرين منفصلين في وقت سابق من هذا العام من قبل فرق تحقق في إساءة استخدام خدمات الشركة. أضاف باحثون أن إحدى هاتين المجموعتين تروج لمنشورات تجرد المسلمين من الإنسانية وتقارنهم بالخنازير والكلاب، فضلاً عن معلومات مضللة للقرآن. وذكر التقرير أيضاً في أن هذه المجموعة لا تزال نشطة على فيسبوك ولم تصنف على أنها خطيرة، طبعاً بسبب الحساسيات السياسية.
نبقى في سياق وسائل التواصل الاجتماعي، إذا زال فيسبوك ويوتيوب مقطعاً مصوراً للرئيس البرازيلي اليميني جاير بولسونارو. يحوي هذا المقطع مزاعم كاذبة بأن لقاحات كوفيد-19 قد تؤدي إلى الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة المسمى إيدز. وقد ذكرت شركتا فيسبوك ويوتيوب أن المقطع المسجل في يوم الخميس ينتهك سياستهما. وقال متحدث باسم فيسبوك في بيان له إن سياستنا لا تسمح بنشر مزاعم بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تقتل أو تلحق أذى شديدا بالناس. هذا وأكد أيضا موقع يوتيوب أنه اتخذ الإجراء نفسه في وقت لاحق. قبل الختام مشاهدينا نبقى مع وقفة قصيرة والرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله على صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.